مدينة أوبسالا هي إحدى المدن القديمة والتاريخية في السويد، وتعد واحدة من أهم المدن الثقافية والتعليمية في البلاد. إليك نظرة أعمق حول مدينة أوبسالا، التاريخ والتأسيس. تأسست أوبسالا في القرن الثاني عشر، وتعد واحدة من أقدم المدن في السويد. لعبت دوراً هاماً في التاريخ السويدي، حيث كانت موقعاً لعدة معارك وأحداث تاريخية. جامعة أوبسالا تضم أوبسالا إحدى أقدم الجامعات في أوروبا. جامعة أوبسالا التي تأسست في عام 1477. الجامعة تعد مركزاً أكاديمياً رفيع المستوى، وتقدم برامج دراسية متنوعة. المعالم الثقافية: تحتوي أوبسالا على العديد من المعالم التاريخية والثقافية، مثل قلعة أوبسالا، أوبسالا سلوت، والتي تعتبر من أبرز المعالم السياحية. كاتدرائية أوبسالا، أوبسالا دوم كيركا، هي واحدة من أكبر الكنائس في السويد، وتعتبر مكاناً هاماً للتاريخ والفن. الحياة الثقافية: يوجد في المدينة العديد من المسارح وصالات العرض والمتاحف التي تقدم تجارب ثقافية متنوعة. تنظم المدينة الفعاليات الثقافية والمهرجانات على مدار العام. الطبيعة والحدائق: تحتوي أوبسالا على مناطق طبيعية خلابة، مثل حدائق لينيان وحديقة بوتانيكال، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الهادئة. أوبسالا تجمع بين التاريخ والحاضر، حيث تقدم تجربة ثقافية وتعليمية غنية، مما يجعلها واحدة من الوجهات المميزة في السويد. مدينة لينشوبينغ هي مدينة تقع في وسط السويد، وتعد واحدة من المدن الكبيرة في المنطقة. إليك نظرة عامة حول مدينة لينشوبينغ، الموقع والجغرافيا. تقع لينشوبينغ في إقليم أوستريكتلاند في وسط السويد، تحاط بالغابات والبحيرات، مما يمنحها طابعاً طبيعياً جميلاً. الاقتصاد والصناعة: تعد لينشوبينغ مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً في المنطقة، حيث تضم العديد من الشركات والمصانع. الصناعات الرئيسية تشمل الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية. التعليم: تحتوي المدينة على جامعة لينكوبينغ يونيفرسيتي، وهي إحدى الجامعات الرائدة في السويد. الجامعة تسهم في إضافة نواح أكاديمية وبحثية إلى المدينة. الحياة الثقافية: توفر لينشوبينغ مجموعة من المتاحف والمسارح والفعاليات الثقافية، مما يجعلها وجهة ممتازة لمحبي الفن والثقافة. الحي القديم في المدينة يعكس التاريخ الغني والبنية المعمارية التقليدية، التكنولوجيا والابتكار. تعد لينشوبينغ مركزاً للتكنولوجيا والابتكار، حيث تضم عدة مراكز بحثية وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا. يلقب بعض الناس المدينة بلينشوبينغ الإلكترونية نظراً للابتكارات التكنولوجية الحديثة. الطبيعة والمتنزهات: تحاط لينشوبينغ بمناطق طبيعية خلابة، وتوفر البحيرات والغابات فرصاً للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق. لينشوبينغ تمزج بين الحاضر الحديث والتاريخ الغني، مما يجعلها وجهة متنوعة ومثيرة للاهتمام في قلب السويد. مدينة أوربرو هي مدينة تقع في وسط السويد، وتعد واحدة من المدن الهامة في المنطقة. إليك نظرة عامة حول مدينة أوربرو، الموقع والجغرافيا. تقع أوربرو على ضفاف نهر سفيتشا في وسط السويد. المدينة محاطة بالطبيعة الساحرة والغابات، مما يمنحها جمالاً طبيعياً. الاقتصاد والصناعة: تعد أوربرو مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، حيث تضم مجموعة من الشركات والصناعات. الصناعات الرئيسية تتنوع بين الصناعات التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. التعليم: تحتوي المدينة على جامعة أوربرو يونيفرسيتي، وهي مؤسسة تعليمية رائدة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية. تلعب الجامعة دوراً هاماً في تعزيز الأبحاث والتطوير في المدينة. الحياة الثقافية: تقدم أوربرو مجموعة من المسارح والمتاحف والفعاليات الثقافية التي تعكس التراث الثقافي للمنطقة. حياة الليل في المدينة نشطة، وتتنوع بين المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية. التاريخ والمعالم: يمكن العثور في أوربرو على العديد من المعالم التاريخية، مثل قلعة أوربرو، أوربرو سلوت، والتي تعد واحدة من أهم المواقع السياحية. حياة الحي القديم في المدينة تحتفظ بالبنية المعمارية التاريخية. الرياضة والترفيه: تعد أوربرو موطناً لفرق رياضية وأندية تقدم فرصاً لمحبي الرياضة للمشاركة والاستمتاع بالفعاليات الرياضية. أوربرو تعتبر وجهة متنوعة تجمع بين الثقافة والتعليم والطبيعة، مما يجعلها مكاناً جذاباً للسكان والزوار على حد سواء.
مدينة كارلستا ذو الموقع والجغرافيا. كارلستاد هي مدينة تقع في وسط السويد على ضفاف بحيرة فانرن، أكبر بحيرة في الاتحاد الأوروبي. تتميز المنطقة بالمساحات الطبيعية الجميلة والغابات الكثيفة. الاقتصاد والصناعة، تعد كارلستاد مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، حيث تضم مجموعة من الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية. السياحة تلعب دوراً كبيراً في اقتصاد المدينة بفضل مناظرها الطبيعية والأنشطة الترفيهية. الثقافة والفنون، تحتوي كارلستاد على مجموعة من المتاحف وصالات العرض الفنية التي تعكس التاريخ والثقافة السويدية. الحياة الثقافية نشطة، وتوفر المدينة الفعاليات الثقافية والموسيقية للسكان والزوار. المعالم السياحية، كارلستاد تضم بعض المعالم الجذابة مثل كنيسة كارلستاد وقلعة ماريستاد. بحيرة فانيرن توفر فرصاً للأنشطة المائية والرياضات المائية. الحدائق والمتنزهات، يوجد في المدينة حدائق جميلة مثل ماري بيرغس سكوغن، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالهواء الطلق والنشاطات الترفيهية. النقل، تحظى كارلستاد بنظام نقل جيد يشمل الحافلات والقطارات، مما يسهل التنقل في المدينة والمناطق المحيطة. باختصار، كارلستاد تعتبر واحدة من المدن الجميلة في وسط السويد، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والحياة الثقافية المتنوعة. وهكذا نكون قد أنهينا رحلتنا المثيرة في استكشاف جمال وتنوع السويد، من الطبيعة الخلابة إلى المدن التاريخية، ومن التقاليد الثقافية إلى التطور التكنولوجي. تعكس السويد روعة التوازن بين الحاضر والماضي. تجمع السويد بين السحر الطبيعي والتقدم الحضاري، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأكبر بحيرة في الاتحاد الأوروبي واكتشاف تاريخ يمتد لعدة قرون. وفي كل زاوية تتكامل فيها الطبيعة مع التكنولوجيا، نجد نمط حياة هادئ ومتوازن. لا تفوت فرصة اكتشاف مدنها الحديثة والتمتع بتنوع ثقافتها وتجاربها الفريدة. فالسويد ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي تجربة لا تنسى، مكان حيث تلتقي الطبيعة بالثقافة وتنساب الحياة بكل رونقها. شكراً لمرافقتكم في هذه الرحلة، ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. اشتراككم مهم لنا. وداعاً من السويد، إلى لقاء آخر.